السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم خبز بدون جلوتين. بصراحه كيجي رائع وكيجي لذيذ. ونشارك معكم هذا الفطور الصباحي اللي هو صحي 100% مع زويته بلديه اكيد. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتعملوا اشتراك في القناه اللي مازال ما مشتركش، وتفعلوا جرس باش يوصلكم اي جديد، ولي لايك والبارتاج باش تعم الفائدة على الجميع. ونخليكم مع تتمة لا فيديو. هاد الدقيق هذا خالي من الجلوتين، يلا خديته اول مرة. درت منه زلافة ديال الدقيق ديالو، ودرت كاس صغير من هاد الفرينة فينيسيما رقيقة بزاف، يعني الدقيق ديال الدراجونات. بالنسبه للخبيز ها هو خمر. غدا نشارك معكم يعني بالطريقه المعتمده ديالي المنفى، دائما كنشارك معكم اي خبز خالي من الجلوتين. البارح تقديت السلعه ديالي من كوناد، وشريت معايا هاد زريعه اليقطين، هاد الزريعه ديال القرعه صراحة شحال هادي بين هاد الحبوب، شحال ما بقيت خديت شي حاجة. وقلت علاش لا، جيت الكوناد ناخد شي حاجة من هادشي. وخديت ايضا حبوب الشيا، نتوما كتعرفوا الفوائد ديالها، كتصلح عود للناس اللي باغين يعني يضعفوا. راها مزيانة، راها بدون جلوتين. نزل منها شويه باش ندير التزيين النهائي من سطح هذا الخبيز هذا. المهم ثم دابا شفتوا الفرينه انا اللي شاركت معكم. دابا هذا الخبيز غادي نديروه البنات في الفران. غادي ناخذ زيت بلديه اللي دائما بصراحه كنعتمد عليها بزاف. كتشوفوا انني دهنت الطاوه ديالي، وغادي ندهن حتى راحت اليد. وغادي ناخذ شويه من الدقيق. ممكن لي نديرهم خبيزات ولا باكيط الشكل اللي بغيتو، مي انا اليوم الصراحه غادي ندير خبيزات بهذا الشكل. وغادي ننزلهم في الطاوه، الخبزه الثانيه. من الاحسن خليو التخمير، ما تكسروش التخمير باش يجيكم الخبز طالع ويجي زوين. انتما هذه جاتني خبيزه صغيره، نحاول نجيبها في الوسط. ناخذ حبوب الشيا ونحاول نمدد بهذه الطريقه باش مني يطيب عندي الخبيز ما يتحتحتش ليا هاد الحبوب، تبقى انا بغيتها تبقى لي شاده ليا في الخبز. ناخذ الخبيزه الثانيه، حتى هي غادي نديرها بحبوب الشيا. كبركم البنات الصراحه يعني نشارك معكم هاد الحاجه، انني حبوب الشيا اول مره كنستعملها الصراحه، ما عمري شريتها. ما عقلتش كاع شحال، واش كدير واقيلا شي 3 اورو واقيلا. هاد الباكيه فيها 125 غرام على ما اظن، فيها 100 غرام البنات، هانتوما فيها غير 100 غرام.
يعني بالمقارنه مع الزريعه ديال القرعه او اليقطين، فيها 250 غرام. صراحه انا كيحمقوني هاد الحبوب، كيجيو زوينين ومفيدين ايضا للذات. نحاولوا ننزلوه لحقاش راه غادي يخمر معانا هاد الخبيز هذا، مازال غادي يطلع. هاد الخبيزة اللي بقات البنات هاد الصغيرة غادا نمددها بهاد الشكل، شفتو؟ حيت مع الصغيرة دغيا غلبت عليها وتهزو لي الحبوب. المهم انا غادا نخليها، واخا انا العجينة عندي خامرة، غادا نخليها تقريبا واحد 10 دقائق ومن بعد ندخلها الفران. والخبيز هو هذا، كيف ما كتشوفوا النتيجه الصراحه جات رائعه. يلا خرجته من الفران، نفطر به ان شاء الله هذا الصباح. وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، قولي لايك والبارطاج باش تعمل الفائده على الجميع. ودابا غنشارك معكم هاد الخبيزه كيف ما كتشوفوا، نفتحها من الوسط باش تشوفوا الرطوبيه ديالتها كيف جات مع هذا الدقيق اللي شاركت معكم البنات اليوم. انتما راه مازال سخون، انتما عارفين الدقيق ديالنا يعني خصو تيبرد باش يشد فراسو شويه. المهم الخبيز ديالنا ديال اليوم هو هذا، ان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد ووصفه جديده من الوصفات الخاليه من الجلوتين. ونقول لكم السلام عليكم، ونهاركم مبروك، وصباحكم مبروك، وبالشفاء العاجل ان شاء الله للجميع.